بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد كثر التساؤل: لماذا لا ينقذ الله سبحانه وتعالى المسلمين مما هم فيه ومن الورطات التي يتورطون فيها دائما؟ لماذا هذا الكيان الغاصب المجرم من شذاذ الآفاق يلعبون بالمسلمين الألاعيب ويفعلون بهم الأفاعيل، والمسلمون لا يحركون ساكنا ولا يستطيعون؟ لماذا المسلمون عبارة عن غثاء كغثاء السيل؟ ولست ممن يقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا، ولكن هناك سنن إلهية ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. المسلمون على الحق أم على الباطل؟ على الحق قطعا. المسلمون يملكون معظم ثروات الأرض، إذا ما جمعت هذا بطريقة كمية ستجد أن الثروات في هذه الأرض ينال حصة الأسد منها المسلمون. المسلمون ليسوا قليلا، فهم الأكثرية، إن لم يكونوا أكثرية، أقصد الأكثرية المطلقة. المسلمون عندهم تفكير وعندهم عقول، والواحد من أبناء المسلمين يذهب إلى المؤسسات العالمية فيكون أستاذا خبيرا مخترعا متميزا فيها، فما بال المسلمين في بلادهم؟ بعض الناس ربما لديه حل جاهز لكل مشكلة، ألا وهو الحكام في العالم الإسلامي. من أين جاء حكام المسلمين؟ هل هبطوا من المريخ؟ حينما توغلوا وتمكنوا أول مرة، من يخدمهم، من يساعدهم؟ أليسوا من المسلمين؟ لا، ربط كل قضية بفساد الحاكم هو ربط ليس منطقيا، لأن الحاكم من أين جاء؟ عمالكم أعمالكم، كما تكون يولى عليكم. وهذا الموضوع له حساسية، خاصة أن بعض الناس يريد أن يلقي البلاء عن نفسه إلى غيره. من الذي يدعم هؤلاء الحكام؟ من الذي يرضى بأحكامهم وأفعالهم باستمرار؟ من الذي مكنهم ليتسلقوا؟ قد يقول قائل: هي خلافة المسلمين. السؤال: لماذا سقطت خلافة المسلمين؟ سقطت لأن المسلمين عجزوا عن حملها، وهي شرف عظيم حملهم الله إياه ففرطوا فيه فصار الذي صار. هنا أعود إلى سؤال مهم جدا: ما مكانة المسلمين عند الله سبحانه وتعالى؟ فأقول الجواب الذي لا شك فيه ولا ريب: مكانة المسلمين عند الله تعالى كمكانة الله تعالى في قلوبهم. هل الله سبحانه وتعالى مسيطر على قلوب المسلمين وأحكامه نافذة عليهم في المنشط والمكره،
في الداخل والخارج، في الباطن والظاهر، لو كان الأمر كذلك لكان لهم عند الله مكان مكين. وكلامي هنا ليس على الكافة، إنما كلامي عن المجموع وليس الجميع. ولا شك أن في المسلمين من هو قائم بأحكام الله تعالى يعظم الله تعالى في قلبه وفي سلوكه، فلا تخل الأرض من قائم لله بحجة. في المسلمين الأولياء والصالحون والأتقياء والأنقياء، ولكن هل هذا هو النمط العام للمسلمين؟ دخلت في بلاد المسلمين وإليك القاعدة التي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، وهي نوع من التحيز، لابد أن يفرز العمران ما يعتقده الإنسان بلا شعوره، حيث قالوا إن أعظم بناء يعطيك صورة الحضارة، فإذا ما نظرت إلى تمثال الحرية في أمريكا علمت أن هذه أمة متحررة من كل قيد، وأنها أمة مادية. هذا الجسد العظيم الذي يطمح إلى الحرية هذا ظاهر، هي حرية الجسد ليست حرية للروح. إذا ما نظرت إلى برج إيفل يعطيك عظمة الصناعة المعدنية وقياس الأمور جميعا بطريقة مادية. إذا ما نظرت إلى أهرامات الفراعنة سيعطيك هذا صورة من تأليه الفرعون. إذا ما نظرت بالمقابل إلى أحوال المسلمين في زمن عزهم، خذ أكبر أثر تركه بنو أمية، ستجد أنهم تركوا جامعين عظيمين، جامع دمشق وجامع حلب. انظر إلى الأندلس ستجد هذا وهذا، قصورا ومساجد. إذن دنيا وآخرة، وقد تكون الدنيا طاغية وذلك بداية الانحدار. انظر إلى المساجد في العصر المملوكي، جامع السلطان حسن مثلا، ستجد أن الدين كلمته مرفوعة على ما هنالك من فساد وزغل. دخلت قلعة صلاح الدين الأيوبي، هذا الرجل الفاتح الذي فتح بيت المقدس وقضى على الصليبيين في حطين، فوجدت عدة مساجد في قلعة محصورة. عد إلى أحوال المسلمين اليوم وإلى وجه الحضاري لكل بلد، انظر إلى مساجد المسلمين في المطارات، ستجد أحقر زاوية وأسوأ زاوية وأقبح زاوية، لا ترى الشمس ولا ترى النور، الخدمات قليلة وضئيلة في معظم البلاد وليس في الجميع. اذهب إلى محطات النقل، ستجد أحقر مكان وأسوأ مكان هو المعد لعبادة الله سبحانه وتعالى، بينما الخدمات الأخرى منتشرة. نعم الحمد لله في الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ عودة إلى تعظيم الدين حتى في هذه المطارات وغيرها. إذن المسلمون بدأوا يعودون إلى البوصلة الحقيقية، فمكانة المسلمين عند الله تعالى كمكانة الله تعالى في قلوبهم.
تختار أسوأ مكان وأقبح مكان وأغبى ولد من أولادك لتجعله لله، والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجه هذه الأمة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وأن يعيد إليها مجدها، إنه سميع قريب مجيب.